وبعض الأفاضل من الإخوة رغبوا أن بمناسبة العواصف والرياح أن نقرأ قليلا مما في كتاب فقه الأدعية والأذكار حول هذا المعنى، ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا جميعا التوفيق والسداد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر في كتابه فقه الأدعية والأذكار، قال: ومن السنة أن يقول المسلم عند اشتداد هبوب الريح: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، لما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح أي اشتد هبوبها قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ولا يجوز للمسلم أن يسب الريح، فإنها مسخرة بأمر الله مدبرة مأمورة. روى البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وقوله من روح الله أي من الأرواح التي خلقها الله، فالإضافة هنا إضافة خلق وإيجاد. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا اشتدت الريح: اللهم لاقحا لا عقيما، لما رواه البخاري في الأدب المفرد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لاقحا لا عقيما. ومعنى لاقحا أي ملقحا للسحاب، ومنه قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، أي وسخرنا الرياح رياح الرحمة تلقح السحاب كما يلقح الذكر الأنثى، فينشأ عن ذلك الماء بإذن الله فيسقيه الله العباد والمواشي والزروع، ويبقي في الأرض مدخرا لحاجاتهم وضروراتهم، فله الحمد والنعمة لا شريك له. وللمسلم ذلك الرعد. نعم. إلى خلاص، جزاك الله خيرا.